ما بعرف، بس بتمنى أن يكون غلطان. عم حس أنه كل ما زاد اهتمامنا بالآخرين منلاقيهم تغيروا أو تعودوا أو حتى علينا بيتكبروا، وكل ما زاد الاهتمام زاد التغيير، وأحياناً نعطي الاهتمام والقيمة لناس ما بيستحقوها، ولما ننصدم منصير وقتها بحيرة، نهتم أم ما نهتم، نخاف ونقلق ولا نتعامل عادي، نعطي أم نوقف. ما بعرف، بحس هالدنيا أحياناً مش مفهومة أو نحن اللي معقدينها، بس اللي بعرفه إنه في ناس مهما صار معها بتضل تهتم وتعطي وتضحي، لأن هي هيك، الله خلقها هيك، وصعب كتير تتغير مهما أكلت من هالدنيا وناسها كفوف. وصدقوني أنا واحد منهم.